قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى، قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى، واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى، لنريك من آياتنا الكبرى، اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري.